السلام عليكم. اليوم غادي نوجدوا بسطيله الحوت بمقادير مضبوطه وسهله التحضير. اللي غادي نحتاجوا لها عندنا الفلفل الاسود او الابزار، عندنا كذلك هنايا الفلفله الحمراء او البابريكا، عندنا الكمون، وعندنا شويه ديال الشطه او الهريسه. هنا عندي معلقه كبيره مملوءه ديال معجون الفلفل، عندي كذلك صلصه الصوجة، عصير حامضه او ليمونه، عندي هنايا الزبده، عندي زلافه صغيره ديال القزبر والمعدنوس مقطعين، هنا عندي حامضه مطقطقه مقطعه صغيره حامضه مصيره اولا ليمونه اللي كتكون مرقده، هنا عندي الثوم، ثوم عندي كركوبه اولا راس ديال الثومه كامله مبشوره، عندي هنايا شامبينيون نوار اولا الفطر الاسود، عندي جوج اوراق ديال ورق سيدنا موسى او ورق الغار، عندي بصله مبشوره ومن الاحسن تكون بصله بيضاء، هنا عندي شامبينيون اولا الفطر اللي كيكون فخي طري، عندي كذلك هنايا الجبن مبشور، انا عندي هنايا جبن موتزاريلا، عندي الكالمار او الكالاماري، هنا عندي تقريبا هنا كيبقاو هادشي الكروفيت الكالمار وهادشي كيبقاو على حسب افراد العائله، هنا عندي انايا الكالمار او الكالاماري، عندي هنايا الكروفيت غريز اولا القمرون اولا الشريمب غري، وعندي كذلك لا فيرميسيل شينواز اولا الشعريه الصينيه، وهنا غادي نحتاج كذلك غادي ندير هاد البسطيله بلا بات فيلو كتجي مزيان، غير جربوها كتجي مقرمشه وكتجي لذيذه مزيان. على بركه الله غادي نبداو. اول حاجه هنا غادي ناخذ جوج ديال الاوراق ديال الغار اللي غادي نديرهم هنايا مع لا فيرميسيل شينواز، وغنضيف ليهم الماء الساخن، الماء خصو يكون غليان، وغادي نضيفو لها كذلك شويه ديال باش نسمها، غنضيف شويه ديال لا صوص صوجا او لا صلصه الصوجا، وغادي ندفعها هكذا وغادي نخليها تفزك. غادي ناخذ كذلك هنايا عندي شامبينيون نوار اولا الفطر الاسود، هذا اللي كيكون هكذا يابس، غنديرو هنا وغنضيف له حتى هو الماء الغليان، وغادي نخليه هنايا حتى كيتكاثر، راه كيتنفخ وكيتزاد. دابا غادي ندوزو باش نصوبو، نبداو في اول حاجه غادي ناخذ السمك ديالي هنا، هنا السمك الابيض، اي نوع من السمك المهم يكون سمك ابيض يكون عادي، هنا ما غنوضعلو حتى شي حاجه، ضفت له شويه ديال عصير الليمون وغادي ندخلو الفرن، ما غندير لا ملح لا ابزار لان من بعد غنستعمل ماريناد اولا الشرموله اللي غيكون فيها الملح وداكشي، اذا ما غندير حتى شي حاجه من غير قليل من عصير الليمون. دابا غنضيفو في الفرن، بعد ما وضعت السمك ديالي في الفرن دابا غادي ندوز باش نحضر الصلصه اولا الشرموله ديال السمك. اول حاجه غناخذ زيت الزيتون وهنا في مقلاة اللي غادي نسخنها، من الاحسن زيت الزيتون كتجي لذيذه مع الشرموله اولا مع هذه الخلطه ديال السمك. غادي ندير فوق منها الثوم، غادي نخلي غير هاد الثوم تيطلق الريحه ديالو مزيان مع زيت الزيتون، عاد ديك الساعه غادي نضيف الزبده. هيا دابا تشحرات ليا الثوم وعطات الريحه ديالها مع زيت الزيتون، غادي نضيف دابا الزبده، انا نديرو نيت كميه شويه مهمه من الزبده لان عندنا الخليط شويه كثير، هنا تقريبا واحد 100 غرام، غادي نذوبها ومن بعد نضيف عليها البصل. بعد ما ذابت الزبده هنا غادي نضيفو دابا التوابل، ضفت الفلفل الاسود او الابزار، غادي نقص شويه على النار، هنايا عندي معلقه كبيره ديال البابريكا اولا الفلفله الحمراء، عندي كذلك هنا الكمون غنديرهم هكا، وغنضيف عليهم هاد البصله اللي قلنا مبشوره، غادي نخلي هاد الشيء يتقلى مزيان ومن بعد نضيف المكونات الثانيه. ها هي دابا البصله تشحرات،
بالنسبه كاينين شي سيدات اللي غيقولوا علاش في بسطيله الحوت والبصله كتجي لذيذه بالبصله، وخصوصا السيدات اللي كيتواجدوا في بلدان اللي ما فيهش سمك كيكون طري، كيكون سمك مجمد او سيرجولي ما كيكونش فيه ديك اللذه او المذاق مجهد، فالبصله حتى هي كتعاوننا وهاد التوابل كيعاونوا اننا البسطيله ديالنا تجي لذيذه. صافي دابا غادي نوضع، غندير قلنا واحد زليفه صغيره ديال القزبر والمعدنوس، غنضيف كذلك عندي هنايا ليمونه او حامضه اللي مرقده، غادي نضيف كذلك هنا عندي قلت لكم معلقه كبيره ديال هذا ديال الفلفله، هذه حتى هي كتعطي مذاق رائع، واللي ما عندوش يدير معلقه صغيره ديال مطيشه الحوت او مركز الطماطم. انا غندير شويه ديال الشطه، درت غير شويه حيت هذه حاره بزاف، وغادي نخلط العناصر مزيان، غنخلي ثاني كلشي العناصر تخلط وتجانس مع بعضياتها، عاد نضيف ليها لاصوص بالصوجة والحامض. دابا غنضيف واحد 3 د المعالق كبار ديال صلصه بالصوجة، وغادي نضيف عصير ديال الليمونه حامضه كامله، هاتي الريحه طالعه يا سلام، ريحه لذيذه باينه مزيان. وغادي نخليو دابا الماريناد ديالنا اولا الشرموله نخليوها تتشرب مزيان عاد نطفيو عليها. هنا كيف ما كتلاحظوا ها هي لا فيرميسيل شينواز اولا الشعريه الصينيه، ها هي وجدات. دابا غادي ندوز نصفيها ونقطعها، هنا تا شامبينيون نوار او الفطر الاسود ها هو تنفخ وجد، هنا تا هو كنصفيه وكنقطعو هكا بالمقص طريفات صغار على هذا الشكل، كنبقى نقطع هكا طريفات صغيورين تيتقطع لي كله طريفات صغار، ونفس الشكل كنديروه لا فيرميسيل شينواز اولا الشعريه الصينيه، كنبقاو هكا بالمقص حتى كنقطعوها، من الاحسن نقطعوها طريفات صغار باش ملي نكونو كنقطعو في البسطيله اولا كناكلو ما نبقاوش نجبدوها تبقى تخسر لينا البسطيله ديالنا، نحاولوا اننا نقطعو الفيرميسيل طريفات صغار. هنا هي ديال الشرموله ديالي وجدات كما كتشوفوا، صافي عقادت ما بقاش فيها لا ما لا والو، صافي غادي نطفي عليها. وكيف ما لاحظتوا انني راه ما استعملتش ما درتش الملح لان عندي الليمون وعندي الشطه اولا الهريسه والفلفله الحمراء معجون الفلفل وداكشي كله مالح، داكشي علاش ما درتش الملح حتى الاخر ملي نخلط، وديك الساعه غادي ندوق ونشوف واش نزيد الملح ولا لا، من الاحسن ما ديروهاش حتى نتوما في الاول. دابا غادي نحيد عليا الشرموله ومن بعد غادي ندوز نوجدوا العناصر الاخرى. هنا في نفس المقلاه غادي نوضع طريف ديال الزبده، غادي نضيف عليه هنايا الكروفيت اولا القمرون، وعلى نار طالعه اولا نار مجهده قويه غادي نشحر الكروفيت ديالي، وغادي نحاول انها تكون العافيه اولا النار مجهده باش ما يطلق لناش الماء دغيا. هنا هو الشريمب ها هو راه يبس من الماء وتشحر، غادي نضيف له واحد جوج معالق كبار ديال الماريناد او الشرموله، وغادي نخلطو مزيان. دغيا ما غنخليش ان الشرموله تحرق ولا تلصق في المقله، غير نخلطو هكا يتلبس مزيان بالشرموله وغادي نحيدو. هنا غادي ناخذ شي صحن ولا بيريكس وغادي نبقى لي سوتيت اولا لي شحرت نحطو في الجنب، غناخذ طرف ثاني اخر صغير ديال الزبده قطريف صغير. دابا غادي نوضع
الكالاماري اولا الكالمار، وغنخليه حتى هو يتشحر، ما نفوتش فيه 5 دقائق، 5 حتى 8 دقائق، لان الا خليناه يطيب اكثر كيقصح الكالمار، قد ما كيطيب قد ما كيقصح. صافي غنخليه دابا يتشحر، ومن بعد نرجع باش نشوفو كيفاش غادي نزيدو له حتى هو الشرموله. غنضيف حتى هو عليه 2 معالق ديال الشرموله بعد ما تشحر، غنخلطو حتى هو كذلك. وغادي نضيفو حتى هو في البايركس. غادي ناخد طريف تاني ديال الزبده، طريف صغير. غندير الفطر او الشامبينيون، وغادي نضيف عليه شويه زيت الزيتون، وغادي نخليه حتى هو يتشحر. بعد ما تشحر غنضيف عليه دابا شامبينيون نوار اولا الفطر الاسود، غادي نخلطهم. غنضيف كذلك 2 معالق ديال الشرموله، ونخلط الكل مزيان، وغادي نخليهم يتشحروا حتى هما مزيان، وعاد نزولهم. هنا راني خرجت هذاك السمك اللي وضعت في الفرن، غادي نقبطو هكا ونقطعو طريفات على هذا الشكل. وغادي نوضعو هنا، غنبقى تنقطعو كله. غنضيف ليه تاوي شويه د الشرموله، وغادي نحركو غير بشويه باش ما يتفرتتليش بزاف، غير يتلبس بهذيك الشرموله. ها الشامبينيون اولا الفطر حتى هو تشحر، غادي نضيفو حتى هو على الخليط. ودائما في نفس المقلاه غنضيف طريف ديال الزبده، غادي نذوبها، ودابا غادي نبدا نضيف فلافيرميسيل شينواز اولا الشعريه الصينيه اللي قطعتها. غنضيف ديك الشرموله اللي بقات، وغادي نخلط الخليط. صافي هي طابت وتخلطات مزيان، غادي نطفي عليها. هنا غادي ناخذ هذا الخليط ديالي الاول، غادي نبدا نخلط. غادي نخلط المكونات مع بعضها، كيف ما كتشوفوا هادشي راه مشرمل مزيان باش يجي لذيذ. دابا غادي نبدا ناخذ لا فيرميسيل ونخلط. وغادي نبقى على هذه الطريقه تنخلط الخليط ديالي كله، وغادي نخليه يبرد تماما، عاد ديك الساعه غادي ندوزو باش نعمرو البسطيله ديالنا، حيت ملي كنكونو كنعمرو البسطيله خص الخليط يكون بارد. اذا غنبقى نخلط هكا ونخلي الخليط ديالي يبرد، ونرجعو وديك الساعه باش نجمعو البسطيله ديالنا.
هنا بعد ما بردات لي الحشوه ديالي غادي ندوز دابا باش نمونطي البسطيله. هنا غادي ناخذ في مقلاه اولا في صينيه ديال البسطيله، غادي ندهنها مزيان بالزبده، ومن احسن الزبده نوجدوها بطريقه بورنوازيت. غادي نخلي لكم اللينك ديالها كيفاش حضرتها، كنت حضرتها في سلو، غنخلي لكم اللينك في صندوق الوصف باش تكون خاليه من الحليب وداكشي باش كتجي مزيانه، وبالاخص اننا غنستعملوها مع لاباط ديال الفيلو. وهنا ما تخافوش واخا كتقطع راه كتعاود تجمع اولا كتجبر، وكتجيب هاد الورقه كتجي مقرمشه مزيان. فوق ما نحط شي ورقه ندهن بالزبده على هاد الطريقه، غادي نبقى تلبس الصينيه ديالي كلها وانا كندهن بالزبده. هكا كيف ما كتشوفوا راه كتجي فيها واحد القرمشه رائعه بلاباط الفيلو. وهنا في التحت غادي نوضعوا الورقه هكا باش نديروا واحد الطبقه شويه تكون غليظه. غادي نضيف ورقه ثانيه في الوسط، ودائما كنوضع الزبدة. غنضيف ورقة اخرى تانية الوسط هنا، شفتوا هاد البلاصة، باش الحشوة ديالي ما تخرج. هاد البلاصه ما بغيتهاش تبقى كتبان. غادي نقاد الورقه مزيان، واخا تقطع لكم هاد الورقه راه قلت لكم كتجي مزيانه. دابا غادي ندوز ناخذ الحشوه ديالي، غادي ناخذ نصف الحشوه غنوضعها هنا. نحاول انني نوزع في الجوانب، غادي ناخد دابا السمك ديالي غادي نوزعو حتى هو، باش ملي كنكونو كناكلو وكنقطعو كيكون في السمك في جميع النواحي. وهكذا كيبقى طريفات كبار باينين. دائما كما قلت كنوزع على كل شيء. غادي ناخذ دابا
تشيز اولا الجبن مبشور، هذا كيبقى اختياري، ولكن كيجي واحد التعليكه كتجي فيه لذيذه. هنا انا استعملت موتزاريلا، يمكن لكم تستعملوا اي جبن. دابا غادي نضيف نصف الحشوه الثانيه. ودائما نحاولوا نوزعوا على الصينيه كلها. على الطريقه. ودابا غادي نبداو نجمعوا في البسطيله ديالنا على هذه الطريقه. وكما قلت لكم ما تخافوش من التقطاع، راه كتجمع ماشي بحال ورقه البسطيله العاديه. وهاد لاباط الفيلو او ورقه الفيلو ما كنحتاجوش اننا نسدو بالبيض، غير بالزبده كنجمعوها. كما كتشوفوا واخا كتقطع غير كنديروا فوق منها الزبده كتجمع لنا الورقه. دابا غناخذوا الورقه بهذا الشكل وغادي نحاولوا نلمطوا بها الجوانب. وبنفس الطريقه غادي نجمعوا غندير الجهه المعاكسه. هادي دابا اخر وحده غادي ندير هنا، راه تقريبا باكيه وحده ديال لاباط الفيلو كتجيكم في بسطيله كبيره.
هنا حتى بالنسبه للسيدات اللي ما كيلقاوش الورقه ديال البسطيله موجوده ديما، كيمكن لهم هذه يستعملوها، كتكون في المجمد، غير يجبدوها قبل من المجمد عاد يخدموا بها. هنا هاني كملتها صافي، كنحاول نقادها. دابا غادي ناخد كوردون وغادي كلها نتقبها باش ما تشققليش الورقه. ودابا غادي ندير الفرن على درجه 180 درجه اولا 350 فرنهايت، وغنشعل عليها النار من التحت وغادي نخليها طيب بشويه، ومن بعد نتلاقاو كيفاش باش نشوفوا الشكل النهائي. هنا بعد ما طابت لي البسطيله ها هي خرجتها من الفرن، شوفوا كيفاش كتجي. راه قلت لكم لاباط فيلو كتجي فيها واحد القرمشه رائعه وجات محمره. دابا غنديكوريها اولا غادي نزينها. هنا لا ديكوراسيون او التزيين كيبقى على حسب كل سيده، انا غنديرها هكا بهذه الطريقه. وغادي نوضع هنايا هاد لي كوردون اولا هادو اللي درت فيهم هنايا الكروفيت والزيتون. هنا كما قلت لكم التزيين كيبقى على حسب كل سيده كتزين كيف ما بغات. وهنا غنوضع شويه ديال الجبن هنا الوسط، على هذا الشكل غير بطريقه عشوائيه. غنحط شويه ديال الفرماج غابي. هنا غندير هادو هنايا في الجوانب، وغادي نرش شويه ديال البقدونس يابس. وكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم. كنتمنى ان يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش سبسكرايب لايك البارطاج، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.